السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شكرا كلام طيب اللي تخليه لي دايما فيديوهات، شكرا كثيرا كثيرا. شارك معكم اليوم الروتين اليومي. ايوا وما نقولكش، ولكن الشغل نديرو غير بالصيف، بالصيف وصافي، راه ماشي نقدر عاد نتمشى وصافي. لما كانش العكاز وما كانش واحد الكروسه ما نتمشاش. هادو اللي هادو صبنتهم اليوم في ديك الاله، هادو نديروهم هنايا عند الرجلين تاعنا المطبخ، لان بعض المرات كنقطروا الماء وكل شيء عاود من اللي نوطى هذيك هي. اذا فنقيت من هنا من المطبخ، سيقت هنايا المطبخ، دلعت هذوك الكتاتن كلهم، هذوك الجفايف حاشاكم. من بعد درت صبنتهم، درت لها الصابون وجافيل وخليت تما هذيك يتصبنوا. عمرت بالماء غير بالسيف وصافي، وكنرفد بواحد الكروسه وصافي، لان ما نقدرش ما نقدرش. ملي صبناتهم عصرتهم وبديت عاود درت لهم الماء نقي وصافي، بديت نعصرهم باش نيبسهم ننشرهم.
من بعد ما نشرتهم صافي، ومن بعد يبسوا شوية صافي درتهم في المطبخ عاود باش هكذا نوطاو، ولو انه وطينا بهذاك باش ما يديرش بزاف يوسخ لديك الجهة، يعني تما كاين عندي الماء. وهذاك الخبز كنت فطرت به بعدا تما، فطرت به ما شاء الله زوين زوين ما شاء الله. راني يعني عطيت لكم الوصفه، ياك تقدروا تشوفوا الوصفه، راه درتها غير البارح هذه هذا. ومن بعد كنت فطرت، وهذيك هي هذيك، لان كنت ما فطرت حتى دركي، حتى كملت الشغل. ملي كملت الشغل عاود الشغل ما يكملش، هذيك هي راه ديما الشغل وصافي. ومن بعد مشيت درت الغدا، اليوم كلينا السردين، وراه عندي كويرات الكفته في الصندوق الوصف اذا بغيتو نخليه لكم، كيخرجوا لذاد تبارك الله ما شاء الله. نوريه لكم هنايا كيف دايرين ما شاء الله ولداد، يستحق التجربه. اذا بغيتو نخلي لكم صندوق الوصف الكويرات الكفته نتاع السردين لداد ما شاء الله. وشكرا للمشاهده، وشكرا لابوني، سلام.